ما يخلطون مع احتراماتي وجلالي وتقديرهم على راسي. نايم راسك ما يخلطنا اكبر واحد. اي انا فصلي طلبته وشديت المية طيحت ب 25 ظل 75. هسه مع احتراماتي وتقديري لو يقولون من 75 سنت يطيح له. ها. الا نقطة واحدة بس. يم ابو ريسان هذا يم الوفد. تنازل ما يصير اذا ما نستلم حلالنا. المشايخ تصرف الحكي. مولاي هاي رايتر شدها افتحها وبعد انتهى الامر والحكي قرطة ملح وانتهى. وعلى وفاق قال لك على وفاق. على وفاق هسه جايبين له 25 5 ملايين. راس الشهر كيفكم تبون تجيبون راس الشهر؟ تجيبون كيفكم انتم؟ بس انتم لكم مده شهرين من الساعات. سيد رزاق ما ذكرت. سيد رزاق على عينه وعلى راسه. اخوي بدي يوم الوفاء يشهد الله. نعم. انا بالتليفون ادق على ابو غسان واقول له طيح سيد رزاق. بعد فكر ابو سيد. لا لا قل له قل له ما عندك ما قصر هو اول بارحه انا وياه متصل. ليش ما ادالك سلام؟ اي نعم على اساس يجي يستاهل الى الجلاله والاحترام سيد رزاق. والنعم والنعم والله يسلمك. والنعم مدرسه ما عليك زوج والله شهد الله. احنا بالنسبه لنا البصره شط البصره الحين متحمس على المدرسه. لا والنعم ان شاء الله على الشيء رايح والله احنا دائما تدعون هذول الناس. لا لا عمي بس مو شرط. لا لا كذي يا شيخ العباسي والعباسي